فريق واحد. يقوم باللعب، الثاني يقبل في اللعب. كورة ما تعداش، برافو الدفاع. أكيد لدينا فرصة هنا. تصويبة على المرمى. تصدي جيد، كورة عند الجول كيبر. في مكان مناسب للتمرير والفرصة ما يضيعهاش. أي فرصة من هذه الزاوية. خطاه مجاني للأمانة، اللاعب هذا عنده انذار. إذا انذار ثاني، ورقة حمراء، إقصاء ووضع جديد يركب على المباراة. لاعب خشن يستحق.